السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نديرو مكياج خفيف وسريع للمبتدئات. اللي كنحتاجو اول خطوة هو الكونسيلر، كنديرو فوق العين. بالنسبة لهذا المكياج هذا للمبتدئات والطلعة خفيف وماشي اوفر. كيف ما كتشوفوا كنحاول بالبليندر نوزع الكونسيلر فوق العين بهالطريقة هذه. وهذا المكياج ايضا صالح لبنات اللي عندهم العيون المبطنة. كنحتاجو الخطوة الثانية هو البودر، كنخليه فوق الكونسيلر، كنوزعو بطريقة هكذا بالفرشات. البودر كنستعمله حتى ما تخلطش ليا العين بالاي شادو، كنديروها الطريقة هذه سهلة. من بعد كنختار لون اغمق بدرجة واحدة من لون البشرة. انا كنختار هذا اللون، هذا اغمق شوية من بشرتي، وكنحاول نخليه كيف ما كتشوفوا فوق الجفن المتحرك تماما، وكنوزعو بهالطريقه باش ما يبانش مخلط، يعني يبان بطريقه احترافيه هكذا. كيف ما كتشوفوا اللون جاء مزيان مع بشرتي. الخطوه الرابعه الكونتور العين، كناخد اللون البني، وهو كيف ما قلت كيخلي العين واسعة بالنسبة للعين المبطنة. كيف ما قلت اللون البني كنخليه في آخر العين، وكندمجه تماما باش يكون ويبين ليا أن العين مسحوبة ومفتوحة وغير مبطنة. كيف ما قلت هذا المكياج هذا صالح للطلعات اليومية العادية باش ما تبانش يبانش الوجه او العين اوفر، وسهل للمبتدئات. كندمجوه بهالطريقة سهلة، سهل جدا. وايضا العين الثانية حتى هي بنفس الطريقة. ومن بعد العين الاخرى كنمر ليها، كندمج على اخر العين او سحبة العين، كنخلي فيها اللون البني هكذا كيف ما كتشوفوا. من بعد كنحتاج اللون بارد، كنخليه على الاول تاع العين باش يجي هكا لون غامق، وقدامه او في اللون فتحة العين يجي لون بارد ابيض كيف ما هتو ولامع قليلا. نمر ايضا العين الثانية كذلك، كنخلي فيها اللون اللامع البارد قريب مزيج بالابيض او اللون اللامع قليلا. كيف ما كتشوفوا كنمزجوا اللونين باش ما يبانش هكذا اختلاط ويبان المكياج احترافي. كناخد اللون افتح منه قليلا وكنخليه تحت الحواجب باش تبان هكا نظرة خاطفة جميلة، ويبان كيف ما قلت المكياج متقون على هذا الشكل. هذا المكياج هو خفيف، ما كيحتاج الرموش، ولكن انا حبيت نخلي الرموش باش تبان العيون هكذا جذابة وجميلة. من بعد كنمسح الزوائد المكياج في جانب العين، وكنمر الرموش، كنركب الرموش. انا خليت الرموش من غير لا ماسكارا ولا ايلاينر باش يبان المكياج طبيعي عادي. كيف ما كتشوفوا هذا هو مكياج طبيعي عادي للطلعات، كيف ما قلت للمدرسة الجامعة. كيف ما كتشوفوا نتمنى يعجبكم وتشتركوا في القناة ديالي، وانتظروا مني الفيديو الثاني للمزيد من المكياج العادي
والأوفر بالنسبة للحفلات الطلعات العادية، إن شاء الله مازال الكثير. كيف ما كتشوفوا كنمر العين الثانية أيضا كنخلي فيها الرموش، كنمشط الرموش قبل ما نخلي فوقه الرمش الاصطناعي على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا العين مسحوبه، وانا رغم انا عندي عين مبطنه كيبان المكياج خفيف جميل. هذا هو الشكل النهائي من غير ايلاينر من غير ماسكارا. نتمنى يكون عجبكم وتطبقوه عليكم، واكيد كيناسب جميع الوجوه وجميع السيدات. شكرا، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.